بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الخالق عبد الله يوم 14 يناير 2022، واخد بالك ازاي؟ طلع على تويتر كتب تغريدة قال فيها: هناك إجماع بين القاصي والداني أن دور الإمارات السياسي والعسكري كان حاسما في ميدان القتال في شبوة. جميل. يقول: وأنه غير معادلة القوى على الأرض لتؤكد أنها، أي الإمارات، لتؤكد أنها توظف قوتها الناعمة والصلبة بجدارة واقتدار في المكان المناسب والوقت المناسب، وتغادر أيضا المسرح السياسي والعسكري في الوقت المناسب. الكلام ده اللي أنا قلته لكم في الفيديو اللي فات، إن عبد الخالق عبد الله طالع يعني ينسب هذا الذي حدث في شبوة من تقدم انتصارات للإمارات. ويعني السعودية قعدت حارب 7 سنين والإمارات مشيت ورجعت بعد ما خدوا السفينة بتاعتها، أو قبل ما ياخدوا السفينة بتاعتها، أو إذا كانت يعني في دعم بسيط كده، يعني واخد بالك إزاي؟ فبدأوا إن هم يفتخروا، ويعني السعودية تزرع وهم يحصدوا بإعلامهم وبالمرتزقة بتوعهم، يصوروا للناس إن الإمارات بتغير المعادلة العسكرية على الأرض، وإنها هي يعني بتستخدم الحنكة السياسية، ويقول لك إن هي متى تغادر المشهد السياسي أو المسرح السياسي والعسكري. ويقول كمان: نعم، وأنها غيرت معادلات القوى على الأرض لتؤكد أنها توظف قوتها الناعمة والصلبة بجدارة واقتدار في المكان المناسب والوقت المناسب، يعني تمشي وترجع، ما عندهمش مشكلة. كان طلع واحد من المرتزقة من المراكب الإمارات، طلع يقول لك: القصف الحوثي للإمارات أكبر دليل، ويعني أكبر دليل على أن الإمارات ما زالت تبع التحالف وما زالت يعني موجودة في اليمن. وده يعني شوف، سبحان الله، يعني يغيروا وجه الحقيقة، يحاولوا يسخروا كل شيء هو ضد الإمارات، يسخروه ويخلوه مع الإمارات وفي صالح الإمارات. بيستدل بالقصف الحوثي لمطار أبو ظبي إن هو ده دليل على إن الإمارات ما انسحبتش من التحالف وما انسحبتش من اليمن، مع إن ده كان موجود وسحب القوات وعملوا احتفال، واخد بالك ازاي، ويرحبوا بالقوات الاماراتيه في الامارات لما انسحبوا، واخد بالك. ومع ذلك لا، برضه يعني الحقيقه اللي بتشوفها الناس هم بيحاولوا يغيروها. ما تفهمش يا اخي الوقاحه والسفاله جايبينها ازاي، وان هم بيضحكوا على الناس، بيعولوا على الذاكره السمكيه للمشاهدين والمتابعين. لا، ده ضرب قصف حوثي الان لمطار ابو ظبي اكبر دليل على ان الامارات ما كانتش تبع التحالف، عشان كده ما كانوش بيستهدفوها. لان بعض المتابعين للموضوع قال لك: ليه ما بيستهدفوش غير السعوديه؟ ليه ما بيستهدفوش الامارات؟ قال لك: لا، اصل الامارات بعيده وما يقدروش يستهدفوها. وطلع المجنس اللي هو الاماراتي فيلسوف الحمير، طلعت المفهوميه، طلع قال لك: اصل المسافه بعيده، يعني كان خلاص يعني لازم يقصفوها من اليمن. ما يقصفوها من البحر، يقصفوها من اي حته. لو ان الامارات كانت تابعه للاتحالف وكانت مشاركه ما انسحبت، مع انها انسحبت قدام الناس كلها، خدت سقطرى ودعمت المجلس الانتقالي الجنوبي، مع ان ده مش كويس، واخد بالك ازاي؟ والنهارده بيروجوا للانفصال، وبيروجوا ان المساله دي ما فيهاش حل اكتر من الانفصال، هو الانفصال الجنوب عن الشمال. وطلع فيلسوف الحمير برضه يقول للشعب: انتوا اطلعوا وقولوا احنا مش يعني عايزين ننفصل، لا احنا الجنوب حاجه والشمال، يعني فاهم ازاي؟ هروب يعني غير مباشر، او ان هم يأسوا، فاهم ازاي؟ وايضا يعني يحبطوا من الروح المعنويه للي هم عندهم عزيمه، ويعني اللي هم عايزين يكملوا ان هم يحققوا اهدافهم من هذه المعركه او هذه الحرب. يعني يطلع الشيخ حزنبل، واخد بالك ازاي، حالة لسه يطلع ويقول لك ده اكبر دليل، وريت يخلوا عندهم دم بقى الناس اللي كانوا بيقولوا ليه ما بتستهدفوش الامارات، الحوثيين ما بيستهدفوش الامارات، اهو طب يستهدفوها. يعني بيستخدموا كل موقف لصالح دولة الامارات، وحاجة غريبة جدا. طيب انت يعني لما يطلع عبد الخالق عبد الله ينسب هذا التقدم يعني والنجاح، وهو يعني وكأن يعني الموضوع خلص، وكأن المعركة والحرب خلصت والانتصارات بقى وبتاع،
فهيقولوا ايه طيب الناس دول؟ ومع اول القصف طياره بتاعت اطفال، طياره اطفال يعني فاهم، زي لعب شغل عيال يعني فاهم، بقوا يلطموا كلهم ويتباكون في كل القنوات. طياره من اللي بيلعبوها بالريموت كنترول العيال عندنا، واخد بالك ازاي، انفجرت هناك اللطم والصويت والصراخ وكأن الدنيا قامت، وكأن الدنيا دي حرب، دي حرب. انت معرض وانت داخل حرب ايه؟ داخل تتفسح في اليمن؟ فانت مش داخل تتفسح، ولا داخل مثلا رايح تصيف مثلا، ولا رايح تشت هناك في اليمن، لا، انت داخل حرب، لازم يبقى عندك اصلا يعني توقع انك انت يقع عليك الضرر، تتوقع القصف، تتوقع انك انت يستهدفوك. ايه ما انت فاكر ايه؟ ما انت فاكر رايح تلعب، ولا رايح تتآمر على دولة وتقعد بقى بفلوسك وتقعد تعمل مشاريع وتروح لتركيا وتروح لإيران وتروح لإسرائيل؟ وإسرائيل دلوقتي بقى داخلة على الخط وتدين هذا العمل، ما هو حبايب طبعا، واخد بالك. لكن والله لا، مش هتنفعها لا إسرائيل، ولا هتنفعها اليمن، ولا هتنفعها تركيا، ولا هتنفعها أمريكا. وطبعا العار، كل العار، إن الراجل بتاع كوريا الجنوبية مرضيش يستقبله محمد بن زايد، عارف، كان الدنيا خربت. لا، انتوا دولة من ورق ولا ايه؟ هو انتوا دولة كده؟ انتوا شبه دولة، مش دولة بالمعنى يعني، فاهم ازاي؟ شبه دولة. الحرب يا حبيبي لازم تكون انت مستعد للتضحيات، مستعد لتقديم شهداء، مستعد لتقديم خسائر مادية. امال بقى كتر خير بقى الدول اللي بقى لها 7 سنين عمالة بس يعني تتعرض للهجمات، وتتعرض الاستنزاف المادي والعسكري، والصواريخ اللي اتضربت بمليارات الدولارات، والناس اللي استشهدت، وكل ده على حساب الدولة وعلى حساب الشعب، واخد، وانت ما خسرتش اي حاجة، محدش خسران في كل القصة دي غير اللي هم يعني مواصلين الحرب دي. لكن انت بتطلع وتخد كده يعني، تاخد اللقطة، انت عارف ازاي، زي اللي هو راجل راح ياخد اللقطة كده، منظر بس، شكل كده، يعني كلام. هناك اجماع بين القاصي والداني ان دور الامارات السياسي والعسكري كان حاسما في ميدان القتال في شبوه، والان هناك اجماع بين القاصي والداني ان الرعب يعني يضرب الامارات من طائره اطفال، لعب اطفال قصفت مطار ابو ظبي. اجماع بين القاصي والداني، اجماع بين القاصي والداني انكم تموتون رعبا، ترتعدون، ميتين في جلدكم، بتلطموا الشيعه، علموكم اللطم، واخد بالك، يعني تبتدوا بقى تلطموا من هنا ورايح يعني. ايه يا ابني انت، هو استرجله كده؟ وبعدين الحوثي يعني انت بتستهدف البنت الدلوعه الحلوه؟ دول ما يستحملوش الكلام اللي انت بتعمله ده. يعني انت طياره كده تقعد بقى تعمل لهم الرعب ده كله، تخوفهم الخوف ده؟ وفي الاخر ينسبوا، سبحان الله، يعني شوف ما لسه الدنيا ما وضحتش، وينسبوا الانتصارات لنفسهم. الناس اللي عيني مغروزه بقى لها 7 سنين تتكبد الغالي والنفيس في مثل هذه الحرب، ويسرقوا منهم هذا الانتصار، ويسرقوا منهم ياخدوا اللقطه لنفسهم. هو ده شغل الضعفاء، وشغل الناس اللي ما عندهاش لا مبدا، وعادي جدا يعني، هي مستعده تطلع على حساب الناس وعلى دماء الناس، وتتامر على الدول العربيه. للاسف الشديد بعض الناس اللي يقول لك شمتان، اشوف اقول لك الحاجة. انا اشمت في دوله لها يعني ثقل في المنطقه، اشمت في دوله زي ايران، اشمت في دوله زي اسرائيل، اشمت في دوله زي تركيا، انت فاهم ازاي؟ انما الامارات هشمت فيها ليه؟ يعني هي اصلا كده كده انا عارف مستواها وعارف حجمها الطبيعي، يعني ما فيش حاجه، ما يعني لا تستدعي ان انا اشمت يعني، واخد بالك ازاي؟ ويعني بس يعني ما افرحش كمان باللي بيحصل، ولا نتمنى هذا، لكن مش زعلان يعني، فاهم ازاي؟ ليه؟ لان لازم عظمها ينشف، لازم تسترجل الامارات. هي فاكره الحرب نزهه يعني، راح تتفسح، فاكره الحرب ما فيش خسائر، فاكره بتلعب بالبيضة والحجر وبتلعب على الكل، وفاكر نفسه انه اذكى واحد، فاكر نفسه انه هو يعني، لا 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 لا، ما هو شوف لما يتقرص، واخد بالك. طيب هنعرف، هل هتكمل الامارات الحرب؟ هل هترد؟ هل كده ولا خلعون بقى تخلع؟
من عيلة خلعونة تبقى، بدل من عيلة شخبوط وطحنونة تبقى من عيلة خلعون. ها فأولاد خلعون دول بقى يخلعوا زي الأول؟ ما هو زمان برضه استهدفوهم كده خلوهم مشيوا، ودلوقتي أول ما بدأوا يرجعوا على طول. أنا عايزين نشوف بقى المغردين هيقولوا إيه، واخد بالك؟ مشكلة والله العظيم. ليه حرب يا حبيبي أنت وهو؟ وبعدين مش مسألة شمات أو يعني عدو. أنا شخصيا بقول للمصريين، أنا بعتبر دولة المؤامرات العبرية دولة عدوة لمصر. والله أنا خلاص يعني، هو أنا إيه اللي وصلني للحالة دي؟ من اللي بتعمله؟ يعني أنا أفضل بقى أضحك على نفسي وأفضل بقى أقول للناس لا أصل دي أشقاء؟ لا مش أشقاء، الشقيق ما يعملش بشقيق كده، ما يتأمرش علينا في أثيوبيا. مش عارف لسه الدعم الإثيوبي ما وصلش يعني، فيعني الآن يعني الإمارات في حيص بيص. وأخيرا أدعو الله سبحانه وتعالى أن ينصر مصر والسعودية وسائر بلاد المسلمين، أمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.